بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المبعوث ورحمه العالمين. اللهم اغفر لنا وشيخنا واجمعنا به مع النبي عليه الصلاه والسلام، وما زلنا مع موسى بن الامام الدارمي رحمه الله تعالى كتاب الاستئذان، باب في تسليم الراكب على الماشي. قال الامام رحمه الله تعالى: اخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوه قال اخبرنا ابو هانئ الخولاني ان ابا علي الجنبي حدثه عن فضاله بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الراكب على الماشي، والقائم على القاعد، والقليل على الكثير. إخوتي الكرام، ديننا دين الأدب، ولذلك يرسي هنا الشريعة ترسي رسوخا أصول الأداب وأصول الأدب عند المؤمنين والمسلمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال وأنه من الأدب أن الراكب يسلم على الماشي، وأن القائم يسلم على القاعد أحقية، والقليل على الكثير. هذا ليس بواجب، ولكنه من باب الأدب وإحقاق الحق في من له الحق. لذلك قال أنه تسليم الراكب على الماشي والقليل على الكثير، هذا من أدب من آداب الإسلام. وأعلم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب، وهذا العموم بقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فردوا بأحسن، فحيوا بأحسن من، وإذا حييتم بتحية، وإذا دي معناها إيش؟ ها، مسألة اختيار. يعني إذا حصل فعليك وجوبا الرد، طب لم يحصل لا عليك شيء. فهذا إظهار على أنها ليست إيش؟ على أنها ليست واجبة، على أنها ليست واجبة، على أنها ليست واجبة. فهي سنة، وإذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميع. فإن كان المسلم المسلم عليه واحد تعين عليه الرد، وإن كانوا جماعة يعني هو دخل على جماعة فقال السلام عليكم، الإجابة أن نقول بأن رد السلام واجب، لكنه على الكفاية. والبعض قال بل رد السلام واجب على الأعيان، لأن الله يقول: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال: فحيوا أنتم جميعا. والبعض يرى أنها على الكفاية، لو رد أحد ده المطلوب، المطلوب الاعتناء والرد، الرد على السلام. فإذا رد أحدهم، وهذا قول الجمهور، إذا رد أحدهم سقط عن الباقي، يعني رد فرض كفاية في هذا الباب. وحقيقة الأمر أنا أميل أن الرد على الجميع، الرد على الجميع، لا سيما هذا السلام. وهذا السلام كما قلنا له مقصد، ومقصده هو تأليف القلوب وزيادة وقوة أواصر المحبة بين المؤمنين. لذا كل مسلم يرد ويعلم نفسه ويهدد نفسه أن يرد على أخيه، لأن هذا أيضا فيه الاعتناء بالمسلم، اعتناء المسلم بالمسلم يظهر في مواطن واجبة. حق المسلم عظيم. فلذلك يعني القول بأنه على العموم على الأعيان أفضل أو أقوى، وإن كان قول الجمهور وجهته موجودة. نقل ابن عبد البر: إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة، أن رده فرض. وأقل السلام أن يقول السلام عليكم، فإن كان المسلم عليه واحدا فأقله يقول عليكم السلام، وأكمل منه أن يزيد السلام عليكم ورحمة الله، فيزيد هو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن السلام قال 10 حسنات، 20 حسنة، 20 حسنة، 30 30 حسنة. أما مغفرته فقد أثبتها بعض العلماء وأنكرها البعض. واستدل العلماء بزيادة رحمة الله وبركاته بقول إخبارا عن سلام الملائكة بعد ذكر السلام وبركاتي عليكم أهل البيت، وبقول المسلمين كلهم في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كل هذه أدلة أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحديث الصريح قال 10 حسنات، 20 حسنة، 30 حسنة. ويكره المبتدئ أن يقول عليكم السلام، لأن عليكم السلام هذه تحية الموت، عليكم السلام تحية الموت. فإن قالوا استحق الجواب على الصحيح، وقيل لا يستحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية ليش الموت. وهنا الذي قال بأنه لا يستحق الجواب له نظر لفت، فين بقى منوفي النظر واللفت هنا؟ كيف قال لا يستحق الإجابة من بجانبه مريض؟ لا أستوعب، شفاك الله عافاك. نعم، والله احنا بنموت احنا كمان. لأن السلام من الله. الحمد لله كل حاجة. أبقى استغفرك. ها؟ لأن السلام من الله عز وجل. السلام من الله، نعم. ماشي بركة. ما
البيت لا يجيب. احسنت، لا فض فوق المح انت. وعليكم السلام، هذه سال الموتى، الموتى سيجيب، يبقى اذا لا اجابه لك. مش انت سلمت على ميت، خليه يسال يرد عليك. فاهم وجهه النظر؟ وان كان الراجح انه ايش؟ انه يجيبه وانه يرد عليه، والاكمل يقول يعلمه ويقول عليكم السلام، هذا سلام الموتى، ثم يقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني يقول عليكم السلام، او يقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، والواو هنا افضل من تركها. فلو قال له عليكم السلام دون ورحمه الله وبركاته جاز، لكن ايش؟ نقص عن الكمال، نقص عن الكمال. يقولون بانه اذا قال المسلم سلام عليكم، او قال السلام عليكم، قال المجيب سلام عليكم، او السلام عليكم، هل تجزئ ولا لا تجزئ؟ ان المفروض يقول له وعليكم السلام. قالوا تجزئ، قالوا تجزئ، وقالوا الدلاله ذلك من كتاب الله. قالوا سلاما قال سلام، قالوا سلاما قال سلام. والحقيقه ان قلنا انه اقل شيء يقول له السلام عليكم ويقول عليكم السلام، وافضل ان يقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والراكب يسلم على الماشي، هذا الحق، لان الماشي يعني قد يشغله المشي، والراكب مرتاح. تفضل. والراكب مرتاح فيكون سلامه اولى، الراكب هو الذي يسلم على المشي، والقاعد والقائم يسلم على القاعد. نعم. والقليل على الكثير، وهذه من الادب، بل وفي كتاب البخاري والصغير على الكبير، وكل ذلك ليس على الوجوب، كله على ايش؟ لما تكون راكب انت وانت تسلم انت فتحت فعلت الاكمل. يعني ليس معنى ان نقول من الادب ان يسلم القائم على القاعد، طب سلم القاعد على القائم، فعل الاكمل وجاز ذلك. والماشي على الراكب او الراكب على الماشي، فاذا كان العكس قلنا جائز ولكنه وفعل الاكمل. والسلام كما قلنا، السلام اسم من اسماء الله جل وعلا، والمعنى السلام عليك، سلمك الله من كل شر وضر، وسلمك من كل نقص وعيب. وفي لطيفه اخيره بقى، ايه هي؟ هي يا استاذ عبد الرحمن، تعرف تكون بالمسوى، الله اكبر، ماشي يا فهلاوي، ايوه ماشي يا فهلاوي، ده فهلاوي من غير لقطه، ده جميل جدا. اتفضل يا عم الفلاح. ايه ده؟ ايه الورع اللي انت، ايه الورع اللي البسك الان يا فلاح؟ لسه 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 السمنه ما اشتغلتش في دماغك. يا استاذ كليب، يا مهلهل، يا حبوب، ها سلامكم كل افه وكل مرض، عاش في هلاوه. السلام من الشرك والشرك. اتفضل اتفضل اتفضل، يا جدع جنني الخرطوم يعني. دي بعيده جدا، ما شاء الله جيد، صراحه جيد. هو صحيح انا فوق، وسلمت مني، ما دام سلمت عليك سلمت مني، من غيبتي، من نميمتي، من اساءتي، من التعدي، طالما قلت السلام عليك. ولذلك انا واحد سلم عليه قال له يا فاسق يا فاجر، ده مجنون، ده الناس يقولون ما دخل يسلم ثم يخالف السلام بالاساءه. فانا اقول له السلام عليك، معنى ذلك انه ايه؟ انه ما خلاص ده لازم هتقول له ايش؟ هيقول لك ايش انت؟ فهو اصلا كانه يقول وسلمت مني، سلمت من لساني، سلمت من يدي. مش قال له سلم المسلم اخو المسلم، لا يظلم ولا يسلم. وقال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يا رب يا رب علم الاخوه، يا رب علمنا اولا، علمنا وعلم الاخوه رب العالمين هذه الاداب حتى نستمسك بها. اللهم المستعان. يعني اخوه واخ يريد ينتقم من اخ، والاخ الثاني يريد يقيم الاخوه في الله، لا حول ولا قوه. الصادقه الصادقه يعني، ومن زعم انه يقول الطاعه هي التي تحكمني، طيب اذا كان اخوك قد أطاع أو استغفر وتاب إلى ربه وأناب، ماذا تفعل معه أنت؟ الله بيختبرك بقى بذلك. نعم. تقول لا أنا لا أبغضه لشخصي، أنا أبغضه للتعدي، تاب الله عليه وجعله يسير على الطريق، ماذا تفعل؟ اختبار، اختبار صدق، الله تعالى يختبر. آداب المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يسلم. الله يغفر لنا التعدي على إخواننا والتجاوز، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهمات، وما اكثر ذلك عندنا، لكن نطمع في الكريم. فاضل مستنبطه، ديننا دين الادب، ومن عظيم الادب ان يسلم الصغير على الكبير، والقاعد على القائم، والراكب على المشي.
العكس العكس اسف. لكن السلام السلام عليكم ورحمه الله او السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المبعوث رحمه العالمين. اللهم اغفر لنا وشيخنا واجمعنا به مع النبي عليه الصلاه والسلام. وما زلنا مع مسند الامام احمد والمناسك. مسند احمد مسند احمد سنه. احنا ما زلنا مع مسند الدارمي. وما زلنا مع مسند الامام الدارمي رحمه الله تعالى في كتاب المناسك باب الصلاه خلف المقام. قال رحمه الله تعالى اخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن انس قال قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. الخصام بيبدل يجي الصبح عشان ما يجيش العصر، يجي العصر عشان ما يجيش الصبح. فين الخصام؟ قول له حضرتك ايه معايشنا في تبديل، انت بتبدل ولا ايه حكايتك؟ محمد عثمان قول له انت بتحلق لشم النسيم؟ قول له كده هاتهولي. قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: وافقت ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى، فانزل الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. الله اكبر. يعني هذا حديث اولا فيه فضيله عظيمه لمن؟ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لانه النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ قال لو كان في الامه محدثون لكان عمر رضي الله عنه، كان رجلا ملهما له فراسه حاده يصير ببصيره متقده متوقده. كان ينطق بعض القران قبل ان ينزل به ملك الوحي جبريل عليه السلام. وكان ينزل القرآن مؤيدا له. يروي أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث أمور وفيها مراعاة حسن الأدب، فلم يقل وافقني ربي، قال وافقت ربي، وهذا هو الأدب. وافقت ربي في ثلاث. نعم. والآيات الثلاث نزلت موافقة لما اجتهد فيه، لما ذكر عمر بن الخطاب موافقة الله تعالى لأحسن الظن السامعين به ولم ينازعوه في حق يقوله، ولكن يقتدي به المؤمنون في إيثار الحق وقوله الصواب. الحق أن نقول عمر بن الخطاب أصلا قد جعل الله له سنة مستقلة وأمر الناس باتباعه. توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ كل أي؟ نعم توافقون. نعم. ما شاء الله. فين بقى الآية اللي تثبت ذلك؟ الآية ولا الحديث؟ الحديث في الآية. في آية. في آية. في آية. ماشي تفضل على صاحب اللقطه. ماشي. قال المولى عز وجل: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. هذا ليس لعمر، هو عام. المهاجرون والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم. ماشي على كل الصحابه. عمر بن الخطاب يدخل يا اخويا عمر بن الخطاب ضمن ده مقتدي. ضمن ايه؟ هو الاساس مش ضمن. تفضل يا ابو عرام. قالت الحديث عليكم بسنه الزهد ولا نقول قال الله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وان تطيعوه تهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بنواجذ. ثم قال افرادا: اقتدوا بالذين بعدي ابو بكر بابي بكر وعمر. وذلك قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع ابو بكر وعمر يرشده. وجعل له سنه مستقله وجعله اتباعا وجوبا. وهذه وجوبا تاتي بقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فلما حكموه قال: اتبع ابو بكر وعمر. جاءت المرأة الجدة للنسان تسأله، قال: إن جئت فلم أجدك، قال: اذهب إلى أبي بكر. قالت: وإن لم أجد أبا بكر، قال: اذهب إلى عمر. وهذا واضح أنه وقف عند عمر بن الخطاب. مقام إبراهيم هو المقام الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام من أجل البناء. وعمر يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لو اتخذنا هذا المقام. كان ملصق هو فين؟ في الكعبة. التيار أو السيل جرفه فألصق بالكعبة. فرد قال عمر في رده لمكانه، ثم قال: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أي أيها الناس اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تصلون عنده عبادة منكم. وهذه تكرمة لإبراهيم من الله جل وعلا اعترافا. كلما تذهب إلى مقام إبراهيم تذكر ماذا فعل إبراهيم، لأن إبراهيم وحد الله جل وعلا، عمل بالتوحيد إبراهيم عليه السلام. يعني قال فيه الله كلاما عجيبا، قال: وابراهيم الذي وفى بالتوحيد، وفى جردوه من ثيابه والقوه في النار من اجل التوحيد. عندما كسر اصنام اقسم هو ماذا قال؟ وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. فجعلهم جدادا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. صحيح. لما قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قال: فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذه ليست كذب، فعله كبيرهم إن قال لكم ذلك. طب إن لم يقل أنا اللي فعلت،
ده المضمر. فهمتم ولا فهمتم؟ في الكذب هنا. فهو بيقول علق الأمر على المستحيل، يعني لو نطق، لو نطق يبقى هو اللي فعل، والحقيقة أنه إيه؟ هم نفسه رجعوا لأنفسهم فقالوا أنكم أنتم إيه؟ الظالمون. اعترافا نعم رجعوا أنفسهم قالوا شوف هو أقام علينا الحجة. هم بيسمعوا ما بيسمعوش. شوف البله السفهاء بيعبدوا حجارة ما بتسمعش. نعم يا حبيبي هات محمد عثمان. يا محمد عثمان أثرت شم النسيم على شم العلم. نريد ما احنا كلنا بنموت، انت تعالى شوفنا. انا والله انا ميت وطعم القبر. يعلم الله انا فيا فيا انا مش عارف افسر ايه اللي فيا والله العظيم. تعالى موت هنا حبيبي، احنا جالسين نموت اهو. السوري قاعد بالبطانيه عاملها على راسه وبتاع ده كده معناه ان هو كده بيجهز نفسه عشان يلحد. شوف بقول لك مش عارف ما فيش ما عندوش عنده الالحاد اللحد الان. سأل سنة تأخرت تعالى. إذن موضع إبراهيم أيضا فيها الشكر لإبراهيم عليه السلام، ويتذكر الناس ماذا فعل إبراهيم توحيدا لله جل وعلا. وأيضا من أعظم ما فعل إبراهيم ها خلاص ما أقول إيه ده إيه لا إله إلا الله. هو من اللي بنى البيت حبايبي؟ أنا عمود بيتي وذكاء خارق حاجة مموت. هو الشيخ ما سيدنا إبراهيم عمل حاجات كثيرة اطلع برا اطلع برا خطوم ارجع اطلع برا خطوم ارتا اطلع. ان ابراهيم كان امه. نعم هو كان امه وهنا ذكرنا كل ذلك. ولما ذكرنا المقام تكلمنا عن افضل ما فعل. المقام ده هو ايه؟ تعرف ايش المقام؟ ايه المقام؟ مقام ابراهيم؟ اه هو الذي بنى فيه كان يطلع يا منوفي يعني لما تنطق خطا كمان اسكت. هو الحجر الذي وضع فيه قدميه ابن الكعبه وضع فيه دخل قدميه في الحجر. طب معلش وموضع هو موضع قيام ابراهيم عليه السلام. الحجر الذي يقف عليه ابراهيم عليه السلام عند بناء الكعبه، وهذا مقامه. المقام موجود لو احد دخل الحرم يرى ذلك. تعرف ايش بيفعل الباكستانيون والهنود والسودانيون ايضا؟ استغفر الله انهم يطوفون يتبركون به تبركا اسود ويقبلون. مشكله كبيره. انت ترضى بذلك من السودانيين؟ يعني انت ترضى بذلك من السودانيين؟ هذا اسمه ايش؟ تعال اجلس. الحمد لله تعال انت اصلا من الموحدين ان شاء الله. اتفضل. ولذلك قال الله تعالى: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل اسبوع ركعتان. لكل اسبوع يعني كل اسبوع كل سبعة اشواط. كان العجيب في العمره جاني اخ وحافظ القران ما شاء الله، كان امامنا. قال تعالى نطوف شوطين ونمشي يعني انا الحمد لله كل يوم بشوط بروح ثلاث اشواط اروح شوط اهو عباده بقضيها وامشي. قلت له انت بتستعبط ماذا تقول؟ اصلا العباده توقيفيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل اسبوع. ما ينفع اصلا ما يكتب لك انك طفت الا سبعة أشواط. فشوف ضايع على حتى الملتزمين مش فاهمين هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أسبوع ركعتان. أخذها أهل الظاهر وقالوا ركعتا المقام واجبتان، لأنه قال لكل أسبوع ركعتان. واختلف العلماء في ذلك هل هي واجبة أم لا. ذهب أبو حنيفة ومروي عن الشافعي في أحد قوله أنهما واجبتان لأمرين. الأمر الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل أسبوع ركعته، والامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم وما ترك. والصحابه والخلفاء الرجل من بعده فعلوا ذلك وما تركوا، حتى ان عمر كان يصليها في رحله، ما يصليها في المسجد، يطوف ويصليها في رحله. وقال مالك والشافعي في احد قوله والناصر انهما سنه، لما تقدم في الصلاه من حيث ضمام بن ثعلبه عندما قال هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تطوع. وهذا عام في كل ما يتأتى من الصلاة. قد يقال هذا واجب وجوب خاص، وهو عند ايش؟ عند الطواف فقط، خاص بالطواف. والحقيقة حتى نقول الحق أنهما ركعتان مستحبتان. ركعتان مستحبتان يصليهما الحاج أو المعتمر أو الطائف، لأن الطواف أفضل العبادات. ولذلك قيل في أهل مكة لا عمرة عليهم فيكثرون من الطواف. هذه افضل عباده. ولذلك اللي بيذهب بعمره
في صفرة ما يكسرش من العمرات، يكسر من الطواف، وهذه أفضل عبادة يتعبد بها لله جل وعلا. يصلي ركعتين، يذهب المقام يذهب إلى المقام فيجعل المقام بينه وبين وبين الكعبة، وقبل أن يصلي يقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يكبر، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ قل هو الله أحد أو قل يا أيها الكافرون، ثم يقوم في ركعة ثانية فيقول فيقرأ الفاتحة ويقرأ قل هو الله أحد، كلها توحيد خاص، كلها توحيد خاص. ويسن له إذا صلى الركعتين أن يذهب إلى ماء زمزم فيشرب ويتضلع ويصب الماء على رأسه وعلى جسده، يسن له ذلك، يسن له ذلك. نعم. وأيضا إذا استطاع، إذا كان معتمرا، أن يذهب إلى البيت فيستلم الحجر ثم يذهب يصعد على الصفا يفعل. وده طبعا لا أقول من ربع المستحيلات، لكنه شاق جدا جدا، ما يستطيع، يدوب إذا شرب ماء زمزم يذهب إلى الصفا يطلع، فيصعد إلى الصفا فيقول: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويبدأ يتم العمرة. والركعتان مستحبتان، ركعتان مستحبتان. بالنسبة لموافقة عمر، وافق أيضا في الحجاب، في آية الحجاب أخرج البخاري أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو أمرت نساءك يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب، وهي قول تعالى: النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يدين وكان الله غفورا رحيما. كان السلام يعلم أن حجبهن خير من غيره. والموافقة الثالثة في أسارة بدر، مال أبو بكر إلى أن يأخذ الفدا، ومال قال عضدك ونصيرك. والحق أن قدرا كان كلام أبو بكر موافق القدر، لأنهم كانوا عضدا ونصيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر قال: لا وافق، تأتيني فلان بن الخطاب أضرب عنقه، وتعطي عقيلا لعلم الخطاب يضرب عنقه. ما قال العباس أدبا وقال تعطي فلانا لفلان فاضرب عنقه، حتى محمد أبي بكر أبي بكر فاضرب عنقه. يعلم الله ليس في أنه لا هوادة لنا في قلوبنا لأهل الكفر. فمر عليهما، ما أخذ بكلام أن السلام ما قال كلام أبي بكر، فمر عليهما يبكيان. فانظر هنا إلى صدق الأخوة، قال: ما يمكنكما فأبكي معكما أو أبكي لبكائكم. ما مش عارف السبب بتبكوا، يبقى أنا لازم أبكي. شوف الأخوة، إيه ده أعظم عندي عندما قال إيش أبو بكر، قال كلمة تحفر في الصدور والقلوب، قال شرب حتى ارتويت. الله، أبو بكر ما بيشربش، شرب الإنسان، قال حتى ارتويت. هذه صدق الأخوة نريد أن نراها فيكم، ونرى الإخوة حقا عندهم شدة من الحب، حب الخير للغير، وحب الأخوة في الله. الدين كله يخف على ذلك. الشباب الذين نراهم يحبون الأرترس، يحبون الفرق ومعهم اللافتات الكبيرة، ويقولون نفس النشيد، فريق كبير، فريق عظيم، الدين عمري وبرضو قليل، أغبياء، سفهاء، بل، سأبقى هكذا حتى يسكتوا عندك، وحتى يستغفروا الله وتراجعوا عن مثل هذه القالة القميئة السيئة، ضياع عمرهم ولا يعرفون نهايتهم ولا ختم الأمر عندهم. لكن شوف، هو قال فأبكي لبكائكم، فأنزل الله جل وعلا ما كان من أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فبكى أبو بكر، فبكى عمر لبكائه. وهذا هو الحقيقة، أن عمر المخطاب يعني وافق القرآن فأكثر من ذلك، ليس في السلاس فقط الفوائد المستنبطة من السنة: الصلاة خلف المقام للحاج، فضل عمر المخطاب يوافق القرآن ملهم له فراسة، أفضل ما كان للمرأة العفة والحجاب. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.